وطن ناقلة للنفط كما يقول الشاعر، كيف تحول العراق إلى ناقلة للنفط؟ أو لنبدأ عن مع قصة النفط، يعني نتعقب قصة النفط في العراق، القصة المزرية المأساوية. مقدمتك فعلا مؤثرة ورائعة، وتعكس حقيقة ما جرى في العراق منذ الأيام الأولى لاكتشاف النفط فيه في عام 1927 ولحد هذه اللحظة، وربما لسنين قادمة أيضا. من اكتشف النفط في العراق عام 27؟ يا سيدي، كانت في أواخر القرن التاسع عشر، كانت هناك فرق استكشافية من ألمانيا ومن بريطانيا. اكتشف النفط بداية في بلاد فارس، ومع الحرب العالمية الأولى كانت هناك بوادر لظهور النفط في هذه المنطقة، بالذات في المنطقة الشمالية من العراق. وتم خلال فترة الدولة العثمانية تأسيس شركة النفط التركية، وكان الشخص المشهور غولبان كيان له دور في ذلك. أول بئر نفطية أين اكتشفت ومتى أنتجت؟ فتم بعد أن توصلوا إلى اتفاق فيما بين شركات النفط البريطانية والفرنسية والهولندية والأمريكية، بضوء اتفاقيات سايكس بيكو ومن ثم اتفاقية الخط الأحمر، تم اكتشاف أول بئر في شهر العاشر عام 1927 في كركوك، وأطلق عليه اسم بابا غرغر واحد، ولا يزال لحد هذه اللحظة هو من الآبار المنتجة وبكميات غير قليلة. متى ضخت أول كمية نفط من العراق إلى السوق النفطية؟ المشاكل بدأت منذ ذلك التاريخ بحكم الصراع السياسي بين دول الانتداب، بريطانيا وفرنسا. فالكركوك منطقة مغلقة، وكان يجب إيصال النفط إلى منطقة بحرية لأعراض التصدير. سوريا كانت تحت الانتداب الفرنسي، فكانت تفضل أن يتم نقل النفط عبر أراضيها، وكانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني، فكانت تفضل حيفا. المهم، تأخر إنشاء الأنابيب إلى عام 32، وبدأ الضخ في أوائل الثلاثينات، ولكن بكميات قليلة جدا. كم كان العراق يصدر في مطلع الثلاثينات؟ لا، كانت كميات قليلة جدا، نتحدث عن بضعة آلاف من البراميل يوميا، لأنه بعد ذلك بدأت المشاكل. يعني في، لكنه كان مقارنة بدول الخليج كان تقريبا الوحيد الذي يصدر في ذلك الوقت. لا، يعني كان أكو هناك دول منتجة، البحرين يعني ربما لا يعرفها الكثيرون، كانت هي أول دولة منتجة في منطقة الخليج العربي، ولكن بكميات قليلة. اكتشف النفط في السعودية مثلا في أواسط الثلاثينات، فعلا التأخر كان في تلك المناطق، وكان يفترض بالإنتاج العراقي أن يتصاعد. لولا ما حدث في 36 انقلاب بكر صدقي، ومن ثم حركة رشيد علي الجيلاني عام 41، ومن ثم حرب فلسطين في عام 48، كلها أثرت على كميات النفط وخطط شركات النفط، شركة نفط العراق IPC في ما يتعلق بكميات الإنتاج. فبدأت تظهر بوادر النفط في مناطق أخرى، فأعطيت الأفضلية، يعني بلاد فارس إيران أعطيت الأفضلية على العراق مثلا، وعند ظهور النفط في السعودية أعطيت الأفضلية أيضا. لماذا فضلت بلاد فارس؟ لأنه مصلحة الشركات، يعني كان الأولى بها أنه تنتج النفط من المناطق التي لا يوجد فيها مشاكل. في تلك الحقبة كانت هناك مشاكل داخلية في العراق أثرت حتى على موضوع نقل النفط، يعني توقف النفط عبر حيفا بعد أن تم إنشاء أنبوب للنفط، ولو حقيقة ما تم تصديره في ذاك الوقت، وكان النفط يصدر فقط عبر بانياس وطرابلس. فبالنتيجة بقيت الكميات لا تتعدى بضعة مئات من الآلاف من البراميل في الوقت الذي بدأ الإنتاج يتصاعد في أوائل الخمسينات. مع ذلك كان الإنتاج العراقي يعني بكميات لا بأس بها، وكانت حتى متساوية مع ما ينتج من السعودية، يعني في العهد الملكي، قبل العهد الملكي. نعم، وهنا بدأت الطفرة الكبيرة بالنسبة للعهد الملكي في الخمسينات، يعني في أواسط الخمسينات، في من سنة 53. ما حدث من تأميم النفط في إيران في زمن مصدق، في زمن مصدق، فبعد أن توقف النفط في إيران،
فانتقلت الأفضلية إلى العراق ودول الخليج، فزادت كميات الإنتاج وزادت إيرادات النفط العراقي بعد أن تم التوصل إلى اتفاق جديد ما بين الحكومة العراقية وشركات النفط. فتم خلال تلك الفترة البدء بما سمي مجلس الإعمار، والتي خصصت له 70% من إيرادات النفط لغرض تنمية العراق وبناء المشاريع، بحيث خصص خلال تلك الفترة فقط ما يزيد عن 500 مليون دولار. وكما نتحدث ذاك الوقت 500 مليون دولار يعني 500 مليار دولار في الوقت الحاضر. في الوقت الحاضر استمر هذا الوضع خلال الخمسينات لغاية عام 1958 و14. جرى الحديث عن استغلال الشركات النفط العراقي ونهب الثروات العراقية منذ ذلك الوقت. كم كانت حصة الشركات في ذلك الوقت؟ أو يعني في البداية كانت حصة العراق لا تتعدى بضعة سنتات بالنسبة للبرميل. نعم، وكان الشركات تأخذ حصة الأسد بعد أن تستقطع التكاليف، تكاليف الإنتاج وتكاليف النقل والمصاريف. يعني مع طفرة الخمسينات كم كانت حصة العراق من والله النفط؟ الرقم ما يحضرني، بس لأنه هو سعر النفط أصلاً حتى في أواخر الخمسينات بداية الستينات ما كانت تتعدى دولار ونص دولارين، لأن الشركات هي التي كانت تقوم بتسعير النفط. في العهد الملكي كم بئر كانت تنتج النفط، الآبار المكتشفة والمنتجة؟ المنطقة الأساسية التي كان ينتج منها النفط هي منطقة كركوك، كان هناك عشرات الآبار ليس أعداد كبيرة. وأيضا اكتشف النفط في مناطق الموصل في عين زالة، وأسست لذلك الغرض شركة نفط الموصل. وفي بداية الخمسينات تم اكتشاف النفط في الرميلة في منطقة البصرة في المنطقة الجنوبية، فبدأ الإنتاج يتزايد من كركوك ومن الموصل ومن الرميلة، بحيث وصل إلى في أواخر الخمسينات إلى حوالي مليون برميل يوميا. لكن علاقات النظام الملكي كانت في العراق علاقات ممتازة مع الدول الغربية، فلماذا لم يتم التوسع بالإنتاج في ذلك الوقت؟ مع الشركات كانت دائما هناك مشاكل كما هو معروف، اللي حتى في الزمن الملكي، حتى في الزمن الملكي كان خلاف مع الشركات فيما يتعلق بالعوائد. هذه الشركات تطمح إلى أن تأخذ 99% من الأرباح في الوقت اللي العراق كان يسعى إلى زيادة حصته من الإيرادات. وكما ذكرت يعني هل كانت هناك مطالبات بالتأمين في الزمن الملكي؟ تأمين لا، وإنما كان مطالبات دائما من قبل الحكومات لغرض زيادة حصة العراق. وماذا تحقق من هذه المطالبات؟ تحقق يعني في بداية الخمسينات كما ذكرت، وبالذات بعد 52 تم زيادة نسبية، بس زيادة ضئيلة يعني. زيادة ضئيلة كما ذكرت، يعني هي الأرقام في ذاك الوقت كانت لا شيء، لأنه سعر البرميل كما ذكرنا كان واطئ جدا، وبالتالي حتى لو العراق كان يأخذ 30% أو 30% فهي لا تشكل شيء. الدولة المنتجة الأولى في المنطقة في منتصف الخمسينات من هي؟ في منتصف الخمسينات كانت طبعا بعد مصدق إيران هبطت السعودية، بدأت تتصاعد في ذاك الوقت، تقدمت على العراق وبدأت تتقدم واستمرت في تقدمها منذ ذلك الحين. يعني أعتقد كانت الأرقام في أواخر الخمسينات ربما السعودية بحدود المليونين برميل في اليوم، بالمقارنة مع حوالي مليون ونص بالنسبة للعراق، وزاد الفارق بعد 14 تموز وحلول الستينات.